وللتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اربيل استاذ العلوم السياسيه الدكتور عبد السلام برواري. اهلا ومرحبا بك دكتور. بدايه، مجلس محافظه بغداد اعلن احتراق مخازن صناديق الاقتراع، من المستفيد من هذه العمليه؟ نعم، مساء الخير وتحيه للاخوات والاخوه. حياكم وتحيه لكم. في الحقيقه الصوره بعد يعني بدايه الليله اصبحت اكثر غموضا. وزير الداخليه ومدير شرطه الدفاع المدني يقولون ان الصناديق حفظت في مكان امن ولم تحترق، ولكن قبلها صدر بتصريحات بان كل الصناديق قد اتلفت. راينا في الفيسبوك بعض المقاطع، ناس يجرون الصناديق وافراد شرطه يقولون انها كلها احترقت. لذلك انا اعتقد الموضوع يثير اكثر من شك. كجواب مباشر، الخاطرون يقولون ان هذه مؤامره لكي لا يتم كشف التزوير. الفائزون يقولون هذه مؤامره لنقول اضاعه اصوات الفائزين. في كل يعني في كل الاحوال الخاطر هو الشعب العراقي. الخاطر هو الناس مثلنا، كانوا يعتقدون بامكانيه ان نخطو خطوات الى الامام نحو التحول للديمقراطيه. هذه ضربه كبيره لمساعي التحويل الديمقراطي حتى في الشرق الاوسط كله. هذا يدل دكتور، يعني برايكم صناديق الاقتراع يجب ان تكون مخزنه في اماكن محميه بشكل كامل، خصوصا من الطبقة المستفيدة من هذه الانتخابات والخاسرة كونهم مشاركون في هذه العملية؟ برأيكم من لديه السلطة في الدخول إلى تلك المخازن؟ يعني لمعلومات الذين يستمعون لنا، هذه المخازن تقع مقابل وزارة الداخلية، وهذا شيء يعني فعلا المضحك المبكي. بالتأكيد كما قلت أنا بالبداية، يعني كمحايد يمكن ان ننظر للحجتين يعني اقول مثل واحد. اقول مره اخرى، الخاطئون يقولون هذا حدث لتغطيه على التزوير، الفائزون يقولون هذا حدث لاتلاف اصواتنا. ولكن انا اعتقد هذه طبخه لالغاء هذه الانتخابات وعدم الاعتماد عليها. حتى ما جرى في البرلمان، يعني ابسط واحد الناس يعرفون أن البرلمان ليس له حق أن يقوم بنقل إصدار خطوات تنفيذية مثل إلغاء أصوات هذه الفئة أو تلك، في الوقت الذي هو قرر أن يتم عد الأصوات. بمعنى كان يجب أن ننتظر لكي يتم عد الأصوات لنعرف إذا كان هناك خلل أو لا. إذا الموضوع كله في غمتان. أعتقد سيخسر طرفان، اي طرف كان وراء هذا الحدث، او حتى اذا كان صدفه فالجهه المسؤوله هي الحكومه القائمه طبعا حاليا، لانها لا زالت حكومه مسؤوله عن حفظ هذه الاشياء رغم اهميتها طبعا وحدث هذا الشيء. دكتور، كمتابع للعمليه السياسيه في العراق، برايكم من هي الكتلة الأكثر تخوفا وخشية من قضية إعادة العد والفرز اليدوي، خوفا على موقعها في المعادلة الانتخابية؟ والله أنا لم أنظر أحد يعني خوف منها. شوف، لنبدأ من كردستان. الحكومة المقابلة الكردستاني منذ البداية قال نحن سنساعد كل طرف يدعو إلى إعادة، عندما كان يتم الحديث عن إعادة الفرز اليدوي ل 10%، الحزب الانتقالي كل سنه قالها صراحه، نحن ندعو ان يتم فرز الجميع لكي نعيد الثقه للعمليه الديمقراطيه. الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني متهم بالتزوير، في الاخير قال نؤيد. سائرون الفائز يقول نحن نؤيد. الاخاطرون ايضا يقولون يجب ان يتم فرز الفرز اليدوي لانهم يقولون اصواتنا ضاعت. ولكن الحقيقه انا اعتقد الحقيقه تقع بين هذين الموقفين. طيب دكتور، على عجالة كون أن الوقت قد أدركنا، بعد عملية إحراق الصناديق وهي تحوي، من المفترض أنها تحوي أصوات الناخبين العراقيين والتي كشف عن أنها مزورة، ما الذي ستؤول إليه الأحداث في العراق؟
يعني اسمح لي بربع دقيقة أقول لم يتم إثبات أي شيء. الذي يجري هو كل اتهامات متبادلة، وليس هناك لجان حققت فعلا. الجهة الوحيدة فعلا مؤهلة كانت هي المفوضية، ولم يتم لها المجال. أنا أقول أحسن مخرج، لنتحدث عن هذا الموضوع، أحسن مخرج لهذه الأزمة، لأنه بعكسي أنا أتصور الوقت لا يساعد تصور أن هناك دمار للعراق، المخرج الوحيد هو أن تكون المحكمة الاتحادية جريئة وتقرر تثبيت النتائج الأولية المعلنة وترك كل الأمور الأخرى. ولنتعلم أنه في الديمقراطية المبدأ الأساسي في الديمقراطية هو أن نتعلم كيف نختار، يعني نهاية الدنيا لا تكون عندما تختار هذه القائمة أو تلك، بعد 4 سنوات يمكن لها أن تحاول أن تسيطر على السلطة. بعكسه أنا أخاف أن ندخل في دوامة ستكون أسوأ من دوامة لبنان، ربما حتى حرب قتال في الجانب العراقي العربي على الأقل. نعم، أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد السلام برواري، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.